أول شيء نعتذر عن التأخير الغير مقصود. هو صار إن إحنا نبي نعطي الصحافة مجال يسوون لقاءات قبل الندوة، بس إن شاء الله المرات الجاية رح يعني لما نكتب الموعد نلتزم فيه يعني من طرفنا. إحنا آسفين. نرحب بالحضور، بالسادة الحضور الكرام في أول ندوة من سلسلة ندوات نبذة، واللي هي جزء من مشروع ورقتي اللي يتعلق بتمكين المرأة قانونياً. سلسلة نبنة تتحدث عن القوانين اللي تم تغييرها بناء على رفع قضايا من قبل نساء متضررين من قوانين غير منصفة بحق النساء، وتم كسبها من خلال القضاء المنصف في الكويت. ونبدأ هذه السلسلة بنبذة أنا أسميها نبذة رقم واحد، والمتعلقة بإلغاء الفقرة رقم واحد من المادة رقم 15 من القانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر. وكانت تنص المادة على أن لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقل إلا بموافقة الزوج. وتم إلغاء هذه المادة، وترافع في هذه القضية السيد المحامي عادل قربان وكسبها. وهو السيد عادل قربان خريج جامعة الكويت سنة 84، ومارس المحاماة من تخرجه. وهي فرصة أن نحتفل في اليوبيل الذهبي للأستاذ عادل قربان لممارسة المحاماة لمدة 50 سنة، ونرحب فيه ونترك للمجال علشان يشرح لنا القضية وحيثيات الحكم، وبعدين راح نترك المجال للحضور للاستفسار والنقاش. نرحب بالأستاذ عادل مرة ثانية وتفضل. يعطيكم العافية. الحضور أمام خواتي و وبناتي، وما أبي أقول أمهاتي عشان لا أكبركم، لأني أنا بروحي كبير. وبالنهاية أشكر الأستاذة لول والملة رئيسة المجلس إدارة الجمعية النسائية على هذه الدعوة، وأشكر الأستاذة هيفاء عريفة الندوة. وما عرف عن هيئتكم أو اللجنة الثقافية النسائية أنكم أنتم من 63 كهدفكم توعية المجتمع النسوي، وهدفكم نشر الوعي النسوي الثقافي أو القانوني، أو أنكم تتوقفون مع كل امرأة تحس أنها بحاجة إلى دعم من المجتمع الكويتي، فبالتالي أنتم خير من يدعمون العنصر النسائي، وهذه معروفة عن جمعيتكم، فأكرر شكري لدعوتكم لي. هذا بالبداية. الشيء الثاني، شعار الندوة لما قالت للأستاذة هيفاء، قالت لي شعار الندوة أن ما يضيع حق وراء مطالب. لا والله، أنا ودي أغير شعار الندوة، مو ما يضيع حق وراء مطالب. شعار الندوة أن احنا دائما نعرف نقول للمجتمع يتكون من الرجل والمرأة، والمرأة هي نصف المجتمع، وهذه ما هي مجاملة. أنا أقول المرأة هي المجتمع، هي نص وتربي النص، يعني أنا اللي ربتني أمي، اللي ربت عيالي زوجتي، فبالتالي المرأة هي المجتمع. فأتمنى أن الندوة تتغير من ما يضيع حق وراء مطالب إلى مسألة أن تكون الندوة أن المرأة كل المجتمع، فهي بحاجة وأحوج إلى أن الواحد يوقف مع المجتمع، لأن وقوفي مع المرأة وقوفي مع المجتمع. هذا ثانيا. أما فيما يتعلق في المادة اللي تم إلغائها، عشان لا أطيل عليكم وأتمنى أني أكون مستعد لكل أسئلتكم واستفساراتكم، مسألة ما يضيع حق وراء مطالب، الأمثال القديمة ما جت عبط، دائما تجي بناء على قصة. فالقصص لما تي أن والله إذا أنا عندي حق أسعي وراه راح أحصله في النهاية. هذه المرأة صاحبة القضية للأسف يعني عانت معاناة، رغم أنها طبيبة، يعني هاي إدوكيشن، تعليم عالي مثقف، أخوها وكيل وزارة مساعد، ولد عمها وزير، لكن طاحت مع زوج حب يستغل سطوته وحب يستغل سلطته أو القوامة اللي عنده، اللي الناس تاخذ من الإسلام رسمة ومن التعاليم قشورة، حب يتسلط على هذه المرأة. القصة بدأت أن المرأة كان أبوها
موجود في أمريكا يتعالج وكان تقريبا شبه موات، فحبت تزوره. عند الرجل جوازها كان منتهي، قالوا أن الجواز ما يتجدد إلا بناء على موافقة الزوج. أنا رحت قابلت مدير الجنسية في ذاك الزمان، قلت له الأبو موات أنت من صلاحيتك الاستثناء. قال لي والله ما أقدر أستاذ عادل، لازم ترفعون دعوة أو أن يضل الوضع. قلت له المضحك والمبكي، قاعد أحاكي هذا القيادي، أقول له المضحك والمبكي أن البنت اللي عمرها 21 سنة تقدر تجدد جوازها دون حصول على موافقة الأب، المطلقة اللي عمرها 21 سنة تقدر تجدد جوازها دون موافقة الأب أو الأخ، إلا المتزوجة الطبيبة اللي تعليمها مثقف وعالي ورب وتعلم أسرة تعامل كأنها قاصرة أهلية، كأنها لم تبلغ سن الرشد، كأنها محتاجة إلى من يدليها الطريق. فما على المضطر إلا ركوب الصعاب، اضطررنا أن نلجأ للقضاء والقضاء منصف. لما لجأنا للقضاء قلنا للقاضي المادة هذه 15 فقرة 1 من قانون الجنسية والجوازات ما في عدالة، لأن ما في تماثل في المراكز القانونية، في اختلاف. المطلقة تقدر تأخذ جواز، البنت اللي فوق 21 تقدر تأخذ جواز، اشمعنا المتزوجة ما تقدر إلا بموافقة الزوج؟ زائد أن المادة 29، أنا ما أبي أقول لكم عن المواد الدستورية والقانونية، أنا أتكلم عموميات لأن هذه ما أبي أشرحها لكم، لأن يمكن لازم تكون المادة موجودة معي. قلت الدستور يقول حرية التنقل، الدستور يقول أن البني آدم لازم تكون جوازاته أو مستنداته الشخصية لصيقة فيه، الدستور يقول ما تقدر تضع قيد على أحد في التنقل والحركة إلا بناء على نص قانوني يتوافق مع هذا الدستور. وبالفعل استجابت لنا المحكمة عقب ما قدمنا دفاعنا، استجابت المحكمة قالت بالفعل المادة 15 فقرة 1 من قانون الجنسية والجوازات هذا النص غير دستوري، وتم إلغاء المادة. والمحاكم الدستورية لما تلغي المواد تلغيها كقوانين، يعني ما تستفيد منها فلانة الدكتورة موكلتي، لا، استفادت منها كل النساء، لأنها أحكام المحكمة الدستورية تعتبر قانون معدل لقانون، يلغي قانون ويعدل قانون، يعني يعتبر قانون جديد. وبالفعل استأنست المرأة ورحنا حصلنا جوازها، وبعدها أعتقد فتحنا باب للنساء المتزوجات أن لا يكونون تحت سطوة بعض الأزواج الغير مدركين للحياة الزوجية ويستخدمون القوامة كنوع من إذلال المرأة أو فرض سيطرتهم، ولله الحمد وفقنا في هذه القضية. اثنين، أمانة المحاكم الدستورية لما البني آدم يلجأ لها، أو المحكمة بشكل عام لما البني آدم يلجأ لها، هو صج يمكن القضايا تطول شوي، لكن في النهاية راح تحصل حكم. يعني أنا لكم الفخر أنتوا يا الحريم أن أول من أبطل مجلس 2012 هي النائبة الفاضلة السابقة صفاء الهاشم، لما الشيخ ناصر المحمد قدم استقالته وسمو رئيس مجلس الوزراء المرحوم الشيخ جابر المبارك الله يرحمه ويغمد روحه لينه، لما استلم رئاسة الحكومة ودعا إلى انتخابات جديدة، فهذه الدعوة للانتخابات الجديدة كانت بناء على أن استلم رئاسة الحكومة وأقسم أمام سمو الأمير. جت الأستاذة صفاء الهاشم قالت هو كمل بحكومة الشيخ جابر المبارك الله يرحمه، كمل بحكومة الشيخ ناصر المحمد، الوزراء الجدد ما أقسموا، فبالتالي الحكومة الدعوة إلى الانتخابات لم تكن دعوة صحيحة، فهميت المحكمة الدستورية أبطلت. المراد من كلامي أن المحاكم الدستورية أو القضاء قاعد ينصب كثر ما يقدر. وأنا أبي أقول لكم شغلة، أن من بعد 2012 أو 2013 صارت ثورة قانونية لصالح المرأة، يعني كثير من القضايا طلعت لصالح المرأة، مثل قضايا الإسكان، مثل قضايا المحاكم الأسرة، مثل قانون الطفل، يعني عدة قوانين قاعدة تطلع لصالح المرأة. فبالتالي أي مرأة تحس إنها مظلومة أو صاحبة حق، لا، أنا أقول لها الجي إلى القضاء والقضاء راح ينصف، لأن عندنا إحنا سوابق، القضاء أنصف في هذا الموضوع. يعني شيء بالشيء يذكر، يعني أنا ليش قاعد أقول لكم على القضاء القضاء القضاء، يعني أكو أحد الأشخاص
لما نجحت الأستاذة أسيل العوضي ونجحت رولا دشتي، الدكتورة رولا دشتي نجحوا بالانتخابات، يا شخص طعن في عضويتهم وفي فوزهم. لما طعن في عضويتهم وفي فوزهم أن والله هذيل هالنائبتين مو ملتزمات بالضوابط الشرعية اللي هو نص عليه قانون تعديل الدستور، لما أعطى للمرأة حق الترشح والانتخاب قال يجب أن تلتزم بالضوابط الشرعية. هذا الشخص دون ذكر اسمه لجأ للمحكمة الدستورية وقال أنا بطعن في عضوية هاتين النائبتين. ليش؟ مو لأخلاقياتهم، بس لأن اللباس مو شرعي. وبالفعل جت المحكمة الدستورية وقالت الضوابط الشرعية تعني الحشمة، وهذا الحكم بالنسبة لرولا دشتي وأسيل العوضي فتح لي المجال أني أتكلم بصريح العبارة بأن الكويت دولة مدنية ذو طابع إسلامي وليست دولة دينية ذو طابع مدني. يجب أن نفرق ما بين هاتين الكلمتين، دين الدولة الإسلام ولكن الشريعة مصدر رئيسي وليس المصدر الرئيسي. فبالتالي باختصار شديد القضاء ينصف، فأي واحدة فيكم عندها أي مشكلة الله لا يقول من مشاكل لكن تحس أنها مظلومة تلجأ إلى القضاء والقضاء راح ينصفها، وإن كانت الإجراءات شوي تطول لكن في النهاية ما يضيع حق، مثل ما كان شعار الندوة ما يضيع حق ورام طالب. فهذا باختصار شديد، وأنا مستعد إلى أي سؤال أو أي استفسار من قبلكم حق هذا الموضوع. نشكر الأستاذ المحامي عادل قربان على شرحه الوافي للقضية، ونترك المجال للحضور اللي عنده أي استفسار يتفضل سواء بهذه القضية أو أي قضايا أخرى. الأستاذ عادل راح إن شاء الله يجاوبكم بطريقة وافية. تفضلوا، أحد عنده أي استفسار؟ تفضلي. السلام عليكم. يعطيكم العافية ومشكورين على الندوة، يعني العنوان قيم والمحتوى إن شاء الله. السؤال بالنسبة للمرأة الكويتية المتزوجة غير كويتي وتمتلك بيت وتوفت وأولادها، يعني هذا حق حتى غير شرعي إنه يظلموها ويمنعوا ورثتها من إنه يأخذوا نصيبهم أو ينكتب البيت في اسمهم، فكيف بدها تقدر تعمل؟ يعني كتير هذا الموضوع وأخذ كلام وأخذ نقاش وأخذ ما بعرف، حدا رفع قضايا وما كسبها، ممكن حدا يرفع قضية وما ويكسبها، إيش بالضبط الوضع بهذا الموضوع؟ أولا أشكرك على سؤالك وسؤالك جدا مهم، وهذا السؤال تناقشت فيه ويا المدام قبل لا أي الندوة. قالت لي افتح الموضوع، قلت له والله أنا ما أقدر أفتح مواضيع لأن عنوان الندوة موضوع الدكتورة اللي خذينا لها حكم بإلغاء المادة 15، لكن إذا سئلت من قبل الخوات راح أجاوب على هذا السؤال. زائد توا وأنا مع الأستاذة هيفاء هم سألتني صحفية في نفس الموضوع. أستاذة العزيزة، فعلا المرأة محتاجة، يعني هي قاعدة تنصف لكن ما لم نصل إلى كمال الإنصاف. كمال الإنصاف هذا الموضوع اللي أنت تفضلتي فيه، بالفعل المرأة الكويتية يجب أن تملك منزلها لأبنائها وإن كانوا غير الكويتين، لكن هذا الحق يتعارض مع نص آخر قانوني خلنا نطعن فيه. أنا لغاية الآن لم يسلك هذا المسلك أي أحد من الورثة، لأن أنت عشان تيجي تسلك هذا المسلك يجب أن تتوفى الأم بعد عمر طويل وأن تنتهي فترة السنة، لأن وزارة العدل وقانون الإسكان يعطون للأبناء، نقول أبناء الكويتية الغير كويتيين، يعطون الورثة حق السكن لمدة سنة. خلال هذه السنة على الورثة بيع البيت، إذا لم يباع ما أدري، إذا لم يباع هل يأخذون بالقوة الحكومة؟ ما تقدر تأخذ بالقوة لأن إحنا محنا دولة دكتاتورية أو دولة بوليسية، إحنا بالعكس في جناسي قاعد تنسحب من أشخاص يملكون بيوت والحكومة ما شاء الله علينا لا إله إلا الله حكومتنا طيبة قاعدة تخليهم بالبيوت سنوات لمن يخلصون، يعني لأبد الآبدين بعض الأحيان. فبالتالي لم يؤخذ منزل من ورثة، لم يلجأ أحد الورثة إلى القضاء
علشان يقال بأن يجب أن أستثنى، لأني أتوقع راح يستثنى، لأن القانون الكويتي يعطي الحق لمجلس الوزراء لغير الكويتيين. في توه قبل 4 أشهر أو 3 أشهر في تونسية تملكت، في لبناني تملك، في جزائري تملك بموافقة مجلس الوزراء. فإما أن يعرض هذا الأمر على مجلس الوزراء ويعطى هؤلاء الورثة حق التملك، أو بالفعل نلجأ إلى القضاء ونقول للقضاء بأن هذا القانون اللي يمنع غير الكويتي تملك العقار يجب أن يستثنى منه أبناء الكويتيات، لأن أبناء الكويتيات هم تقريبا شبه كويتيين لأنهم مواليد الكويت ويتبعون الأم. ومثل ما قلت في بداية الندوة أن الأم أو المرأة هي المجتمع مو نص المجتمع، فبالتالي لغاية الآن لم تعرض قضية على القضاء، وثقي تماما أختي لو تعرض راح أتوقع قضانا، مو أتوقع إلا متأكد أن قضانا منصف في هذه المسألة، خاصة مع إعطاء مجلس الوزراء حق التملك للأجانب في بعض العقارات. مو أنت شرط رئيسي لقبول أي دعوة توافر المصلحة. المصلحة الاحتمالية لا يؤخذ فيها، أنا والله على وشك أني بموت وأبي أرفع دعوة علشان إذا مت عيالي ما تنسحب منهم البيت أو الورثة ما ينسحب منهم البيت، هذه يسمونها المصلحة الاحتمالية، والمصلحة الاحتمالية ما تقبل. شرط لرفع أي دعوة شرطين: الصفة، الورثة عندهم صفة، والمصلحة. إذا ما عندي مصلحة القاضي يرفض طلبي، ما يصير أنا أروح أرفع دعوة أقول والله أنتوا ليش ما تسجلون البيت باسم ألف لصالح جيم، أنت شنو مصلحتك بين ألف وجيم؟ فبالتالي راح ترفض الدعوة. هي الدعوة يجب أن تقبل من الورثة، وحتى الآن لم يسلك أحد من الورثة هذا المسلك. بس أتوقع مع القرض الإسكاني وتملك النساء الكويتيات للشقق اللي مأخوذ، اللي لمن يول الهيئة العامة للإسكان وعطت المرأة القرض الإسكاني، فأتوقع المرأة الكويتية الآن بالوقت الحالي نسبة تملكها للعقارات المتزوجة من غير كويتي زادت. فأتوقع طبعا ما أبي أتوقع، لأن أبي لكم طولة العمر، لأن التوقع هذا ما يصير إلا بعد الوفاة. قلت لك أختي أنا شوفي في قضيتنا مع الدكتورة اللي ألغى المادة 15 فقرة 2 جت الفتوى والتشريع الممثلة عن وزارة الداخلية، قالت ما لها صفة لأن إحنا مو مانعينها من التنقل، بس إحنا الجواز موافقة الزوج. اللي أقصد أن ما لها صفة أو ما لها مصلحة شرطين لازمين لقبول أي دعوة. عشان القاضي يدخل في الموضوع لازم بالبداية ينظر الشكل، إذا شاف عندك المصلحة وعندك الصفة ينظر في موضوع دعوات، فهي موؤودة قبل أن تولد. الدعوة مآلها الرفض وعدم القبول في حالة الأم إذا رفعت الدعوة أو أي أحد يرفع دعوة في إلغاء هذه المادة، موؤودة قبل أن تولد، يعني راح يحكم القاضي من أول جلسة عدم قبول الدعوة لرفعها من غير ذي صفة. فلازم ننتظر، الله لا يقول وحدة تموت وعيالها يكونون، الله لا يقول، الله لا يقول. تفضلي أستاذة لولو. بالعكس، حضورك ومشاركتك القيمة، لا عزيزة، كلنا يعني متعطشين أن احنا نوصل نحل القضايا اللي تتعلق في المرأة، ودوركم والله ما يعني بارز وما ينكر إلا جاحد، أنتم بالذات ضروري. احنا رفعنا، عندنا لجنة قضايا تهم أسرة المواطنة، رفعنا المحكمة الدستورية 3 طعون، منها سكن المرأة أحقيتها بتملك عيالها، لم ينظر في القضية ولم ندعى، واللي رفعوا متضررات يعني. فشلون يعني هم يقولون لنا الدستورية، رفعنا الدستورية فعلا يعني كان مبلغ أيضا
إذا نتكلم عن الكوست هذا يعني أيضا كان مبلغ كبير ودفعناه، لكن ما أخذ منهم يمكن ربع ساعة. لأن ما في الأوراق انزلت. ما في مصلحة. أدري دفعته 5000 طعن دستوري مباشر. 15000. إيه 15 لأن 3 طعون، لأن 3 طعون كل طعن ب5000 وطعنته طعن مباشر. صح. لكن مثل ما قلت للأستاذة الزميلة الأخت اللي سألتني قبل شوي، أنا كقاضي ما أنظر شنو دعواتك، أنظر أشوف الأستاذة لول ولها مصلحة، الأستاذة لول ولها صفة. عقب ما أتأكد من هاتين الشغلتين أنظر ذيك الحزة في موضوعك. أنت المتضررات هو ضرر احتمالي، يعني إذا لا سمح الله انتقلت إلى رحمة الله عيالي ترى بينطردون، إذا انتقلت إلى رحمة الله ترى عيالي بيجبرون على بيع البيت. فإحنا لازم يكون المشكلة، أنا ما أبي أقول إذا انتقل إلى رحمة الله، لازم يكون عندنا نوع من التواصل مع ناس أمهاتهم كويتيات وهم غير كويتيين، أبهاتهم يعني غير كويتيين. لا سمح الله أحد من الأمهات تتوفى وتملك عقار، ديش الحزة الصفة والدعوة جاهزة وأنا حاضر وقدام الجميع لأن في مصلحة. أما والله أنا أخاف أموت عيالي ممكن يطردوا، ما ضرر احتمالي. شوفي خليني أقول لك شغلة أستاذة لولو، أمانة يعني المرأة في الفترة الأخيرة قاعدة تنصب في كثير من القضايا. يعني عندنا الحين توه 4 قاضيات رايحين البحرين تبادل معلومات، توه حاطين لنا 4 مديرات نيابة من النساء. قبل كانوا يعتقدون البعض بأن المرأة ممنوع عليها شرعا تدخل النيابة لأن هذه قوامة شرعية. ما مثل ما قلت لك احنا دولة مدنية ذو طابع إسلامي، حرمان لأن كان الصوت، ما بي أقول الصوت الديني لأن كلنا مدينين، وقلت لك عاداتنا وتقاليدنا كلنا ذو طابع إسلامي. يعني أمهاتنا ربونا أحسن من ما قاعدين نتربى الحين في اللي قاعدين يقولون أن والله الكويت في، يعني ما أدري ليش يعتقدون أن الدولة المدنية مرتبطة ب، ما بي أقول للحلال، هم يقولوا مدام أنتوا دولة مدنية إذن أنتوا ضد الدين. مو صحيح الكلام. يعني شفت الحين القاضيات اللي أنتوا وقفتوا وياهم، ومثل ما قلت لك أنتوا دور جمعيتكم ما ينكر إلا جاحد، يعني وقوفكم مع كل قضايا المرأة. وأنا سويت سيرش، أنا طبعي لما أدعى إلى أي ندوة أسوي سيرش عن الجمعية وأسوي سيرش عن أعضاء مجلس إدارتها وأعمل، يعني هذا طبعي أكون مستعد وجاهز. شفتي موضوع القاضيات ترى حوربوا ومجلس الأمة وقف ضدهم وطلعوا وقالوا قوامة وقالوا شرع وقالوا وقالوا وقالوا، في النهاية انتصرتوا. في النهاية مثل ما قالت الأستاذة هيفاء ما يضيع حق ورام طالب. فبالتالي موضوع تمليك المرأة لبيتها لعيالها الغير كويتيين، ثقي تماما راح نوصل إلى هذا المبتغى، راح نوصل إلى هذا المبتغى. أنا قاعد أشوف بس يمكن موضوع واحد المرأة أحس فيه ما وصلت إلى مبتغاها، هو تمرير جنسيتها لأبنائها، لأن المسألة جوازية للحكومة. هذا واحد، المادة 5 فقرة 2 من قانون الجنسية، زائد أن مسألة المنح والعطاء عمل سيادي، ما القضاء هني بس يغل يده. يعني بس مسألة تمرير المرأة جنسيتها لأبنائها هذا اللي شوي أشوف فيه صعوبة. أما الإقامة الدائمة، أي الحين خل نسعي للإقامة الدائمة، صح لسانك، الحين خل نسعي للإقامة الدائمة. يعني شو اللي يمنع، شو اللي يمنع أني أنا أعطي عيالي إقامة دائمة؟ يعني في النهاية هذيل أبناء البلد، في النهاية هذيل رابطة الدم موجودة عندهم، في النهاية يعني هم رابطة الدم ورابطة المولد، في النهاية هذيل الكويتيين، في النهاية اللي قاعد يربيهم ويغذيهم، ترى احنا أمهاتنا ربونا وغذونا، فاللي قاعد يربيهم مو الأب الوافد، ترى الأم اللي موجودة بالبيت. فبالتالي يستحقون النقطة اللي تفضلت فيها الأستاذة هيفاء، موضوع الإقامة الدائمة. اي وبوجودك ان شاء الله وجهود الخوات الطيبات ولجنتكم وجمعيتكم ان شاء الله توصلون حق المبتغى. في سؤال من الاخت امار مي. اوكي.
أن المرأة الكويتية قانون التأمينات لما تتوفى المرأة معاش التقاعدي لا يورث إلى أبنائها؟ لا يورث. لما أنا سألت التأمينات الاجتماعية قالوا لي ما يورث بس في شروط. ما هي الشروط؟ ما هي الشروط؟ أن مثلا إذا عندها بنت مطلقة ما تعمل، أو إذا مثلا العيال أقل من 26، في شروط عندهم، أما مو على إطلاقها، مو على إطلاقها. يعني نفترض الحين أنا، يعني أنا قلت لك سالفة أتحرج من سالفة الوفاة، أي أنا أتحرج من سالفة الوفاة لكم كلكم طولة العمر. يعني لما الأم أو الموظفة تتوفى إذا عندها عيال قصر لا يأخذون، أما إذا عندها بنت متزوجة ما تأخذ، إذا عندها بنت تعمل أو ولد يعمل ما يأخذ. فبالتالي هذه الاشتراطات اللي موجودة في التأمينات مو على إطلاقها أنه ما يورث الراتب. وهل هذا نفس القانون اللي يطبق أو الشروط هذه بالنسبة للرجل؟ إيه نعم، بالنسبة للرجل. بالنسبة للرجل يعني حتى ما يأخذ من راتب أبوه أو ما تأخذ من راتب أبوها إذا كانت متزوجة، إذا كانت فوق 26 يعني. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافية أستاذة. معك دكتورة أمار بهبهاني. والنعم. أنا عندي سؤال، لأن أنا الحين قاعد أشوف الحالة هذه، قاعد أشتغل وياها في وايد من حالات المتعرضين للعنف الاقتصادي. العنف الاقتصادي. اللي هو يأخذون ميراثهم، يكونون عليهم تحكم على بطاقاتهم الائتمانية وغيره وغيره وغيره. عندي وايد حالات للمرأة العزباء، وهذا ترى يهم ينطبق على الرجل الأعزب أو الشاب، ومشكلة قانون الإسكان مع هالفئة، وفي تعسف الحين على الزواج، نسبة الغير متزوجين قاعدة تزيد، ونسبة الغير متزوجات في بيوت الأم أو الأبو قاعدة تزيد. هذه البنت العزباء إذا هي ما عندها وظيفة لها كاب معين في المعاش ما تأخذ قرض الإسكان. نعم. لأن ما تقدر ترده. أيه. عرفت شون؟ نعم. فاللي قاعد يصير مع موظفات بس هم على قدهم من الناحية التعليمية ومن الناحية الوظيفية، قاعدين ينظلمون بالورث، لأن لتسي إن هذه عائلة على قد حالها أو عائلة نفس السيستم هذا، لما ينباع البيت ورث البنت شنو؟ صح. قليل، ما تقدر تطالب ببيت لأنها عزباء. فهذا من الأشياء أستاذ لولو اللي إحنا نبي يعني نشتغل عليها، لأن هذا مو بس يعني حق البنت، حتى حق الشاب. لأن اللي قاعد يصير معي عندي الحين أكثر من 12 حالة ممكن يكون عندهم حالة كريمة من المعيشة والمنزل، إذا كان عندهم أن حق. إذا انباع البيت ما يقدر يشتري بيت، فيكون تقريبا شبه مطرود، فهي الحين بالشارع. هي. وبعدين استاذ احنا حاولنا ان احنا نقدم بالاسكان على اساس مثلا ان ثلاث اربع بنات او ثلاث او اختين حلق. او ثلاثه ماكم موافقه، وايد في يعني مثل ما تقول حواجز وتعسف لما توصل البنت حق هذا الشيء. زين، شفتي هذا موضوعك الحين عشان اقول لكم القضاء شلون قاعد ينصف. القضاء طبعا اولا هو حق شرعي. اوكي. اذا انا أبوي توفى، أمي توفت، لي حق بالبيت، يا تعطوني يا أبي حقي. يا صح. فبالتالي ما نعارض الشرع أبداً. زين، لكن في ظروف استثنائية مثل ما تفضلتي، هذه البنت الصغيرة أو اللي معاشها على قدها، اللي ما تقدر تشتري شقة، حصتها في الميراث ما يسعفها في أن تشتري شقة. الحين عشان أقول لك يعني سؤالك جدا مهم أستاذة لولو، والحين القانون القضاء قاعد يأخر 5 سنين. القضاء قاعد يأخر بيع البيت 5 سنين. القضاء ما يقدر يغل إيد الوريث يبي ورثه. أنا ما أقدر أطق على إيده أقول لا. فحاول يأجل الاستئناف. يحاول يأجل. فعطاك 5 سنين. هذه 5 سنين سعة من الوقت متسع. أنتوا يا أسرة حلوا مشاكلكم. بعد إذا أنا أخو ماني حريص على أختي اللي ما عندها وبيها ترمي بالشارع. القضاء بعد ما يقدر، ما أقدر أصير حريص على أخوك أو أختك أكثر من حرصك أنت على أخوك وأختك. بس مثل ما قلت لك الحين القضاء قام ينظر في هذه الحالات الاستثنائية وعطى سعة من الوقت، حددها ب5 سنوات، أن إذا أحد الورثة اعترض وشاف الحالة مو اعتراض لدد، أكو اعتراض لدد في الخصومة، أنا معترض لأني مستفيد من البيت، ساكن فوق، ما أخذ نص الدور، ما أخذ دور كامل، إذا طلعوني أو البيت انباع مضطر أني أروح أأجر لي دور، لا، هذا يعتبر لدد.
أما إذا لا، في حالات القضاء ينصف يعطيك 5 سنين سعة من الوقت أنك أنت ما البيت ما ينباع من الورثة. إنزين، سؤال آخر متصل في هذا السؤال، هل بإمكاننا أن المحكمة الدستورية ممكن أن هي تسعفنا في أن إحنا نرفع قضية على أساس أن إحنا نعدل قانون الإسكان بحيث أن المرأة لما توصل سن معين، أنا مو قاعد أتكلم حتى عن بيت، أنا أتكلم عن مسكن، لأن ترى من أبسط حقوقي الدستورية أن يكون عندي صحة وتعليم ومسكن، والحين هذا موضوع المسكن قاعد يعني يتدهور حتى بدون قضايا الميراث أستاذ، فهل في إمكانية؟ يجاوبني. شوفي، إذا لجأنا إلى المحكمة الدستورية وجدام الخوات راح أقول مآل قضيتك عدم القبول أو الرفض لسبب، لأن هذا يتعارض مع مبدأ شرعي وأساسي قرآني اللي هو حق الورثة في استيفاء إرثهم من المورث المتوفي. أنا ما أقدر أوقف هذا الحق لحالة إنسانية معينة، دائماً القوانين لما توضع توضع للعموم، وأحكام المحكمة الدستورية لما تبطل تبطل للعموم. أنا ما أبي أبطل علشان الأستاذ عادل ترى ما عنده فلوس وأخوانه يبون يبيعون بيت الوالد وبالتالي الأستاذ عادل ينرمي بالشارع. القانون ما ينظر إلى الحالات الفردية، لكن هم القانون أوجد سعة قال يبقى مدام الأستاذ عادل ما عنده يبقى تيشلون إحنا نوقف البيعة 5 سنين يحلونها بيناتهم، ما حلوها إحنا مضطرين بعد لا حول ولا قوة نعطي لكل صاحب حق حقه بالميراث. يعطيك العافية أستاذ، شكرا. تفضلي. يعطيك العافية. محامية صفية الصفار، من عضو شرف من جمعية المحامين. والنعمة تشرف فيك. ينعم حالك، سلمك أستاذنا. بخصوص اللي إثارتها الأستاذة أمر، دكتورة كلامها بالنسبة حق الموضوع هو مو كل الحلول أحكام المحكمة الدستورية. صح. إحنا لا ننسى الجانب التشريعي اللي هو حالياً هو موقوف، لكن أنا عندي شيء اسمه مقترح بقانون ومشروع بقانون. صح. هو الأساس في تعديل القوانين، وإحنا كدورنا جمعية محامين وجمعية ثقافية نسائية لازم يكون في مقترح خاص، يعني بالتعاون مع جمعية المحامين يصاغ بصيغة قانونية مثلا يقدم بتعديل قانون الإسكان، يعطي مثلا الحق للمرأة العزباء اللي بلغت من العمر مثلا معين، نشوف ان نقعد كلجنه نصيغه ونقدمه كمقترح. والجمعيه عندنا لجنه، وفي لجنه بالجمعيه تشترك معاكم بهالموضوع، فاحنا نمد يد التعاون بصفتنا يعني اعضاء شرفيين في جمعيه المحامين الكويتيه، ونتعاون مع الجمعيه الثقافيه النسائيه في مثلا ان نعد نصوص تشريعيه كمقترحات تقدم الى الجهه المختصه طبعا في حال يعني عودتها، وكذلك في حال غيبتها نشوف من الجهة المختصة، وعلى الأقل لو نساهم في التغيير، لأن مو كل شيء بالقضاء والقضاء باعه طويل، بس أنا ممكن أن أنا أغير هالأمور بمقترحات قوانين تسهل علي بطريقة وايد أسهل. وأنا أضم صوتي لصوتك. أيوة. وخلنا أقول لك تعليق بسيط لكم. تعليق بسيط أستاذة لولو، الناس الحضور كل المحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية، ترى المحكمة الدستورية آخر العلاج الكي، ترى عندنا مثل ما تفضلت الأستاذة أن عندنا الحين يمكن السلطة التشريعية موقوفة، لكن حتى السلطة التنفيذية تقدر تطلع قوانين وتعديلات، فبالتالي أنتم ممكن ودوركم ترى جدا مهم، وجمعيتكم يعني من الجمعيات الأوائل اللي في العمل النقابي بالكويت، فبالتالي والعمل المؤسسي في الكويت، فمثل ما تفضلت الأستاذة ممكن أنتم يعني اتصالكم بأصحاب الاختصاص وأصحاب القرار، أن ليش إحنا تخلونا نلجأ للمحكمة وندفع 15,000 دينار على قولتك، وفي النهاية المحكمة في احتمال 90% إذا ما في صفة ولا ما في مصلحة ترفض دعوة. لا، السلطة التشريعية هي ممكن تعدل وسرع، يعني ليش أنا أروح للكي وأنا أقدر أخذ بنادول أو دوا كحة؟ أنا عندي تعقيب بس، وأبي الأستاذ عادل راح أعطيك مجال، بس أبي الأستاذ عادل يصلح لي إذا أنا غلطانة. أنا ما أعتقد أن إحنا حالياً أن التشريع موقوف، يعني أنا ما أتخيل أن الكويت لمدة 4 سنين ما تطلع تشريعات، يعني هل إحنا في مرحلة خلينا نقول شلل تشريعي؟ لا، هي تقصد الأستاذة أن السلطة التشريعية غائبة. أي بعدين هو راح يتم يحق له. هذا
والدليل القوانين الجديدة. أمس طالع قانون الإيجارات وطالع قانون تعديل قانون الجزاء. بس هي تقصد أن السلطة التشريعية أهل اختصاص فأكثر يعني قدرة على التشريع من السلطة التنفيذية. إيه هو في حالة عودة الحياة النيابية أتوقع راح تعرض عليهم كل القوانين تعرض ويتم بحثها يعني مرة ثانية بحثها وموافقة عليها إن شاء الله. الأخت عندها استفسار. عليكم السلام أستاذ. مشكورين على الندوة الحلوة. لاني قانونية ولا أعرف بالقانون. أقرب الحين أسمعك تسمعني خير. مجرد مواطنة والنعم فيك. نعم بحالك. أبو عيالي متوفى الله يرحمه ما كان كويتي، توني جديدة بالكويت، توني راجعة، فشغلات وايدة محتاجتك كمواطنة. الحمد لله والشكر يعني الكويت مو مقصرة معاي، بس مع عيالي اللي هم غير كويتيين في شغلات وايدة ناقصتنا. زين يعني فسؤال الكويت إنها دولة مدنية وبنفس الوقت إحنا تابعين للأمم المتحدة صح؟ نعم. كمواطنة ليش أنا حقوقي كمرأة منقوصة؟ هل لازم أنا أروح المحامي؟ ما في عندنا مجلس أمة. عندي صديقاتي كانوا موجودات بالكويت وعندهم مشاكل وايدة، حاولوا بالنسبة لمجالس الأمة اللي السابقة وكل نائب يعدهم بشيء ويخلص وقته ويجي النائب الثاني وبنسويكم بس أعطونا أصواتكم. فأنا وين أروح أنا الحقوقي؟ أنا مجرد امرأة مواطنة حقوقي غالبيتها منقوصة، وين أروح؟ يعني أنا ما عندي مو مستعدة ولا عندي المال اللي أنا أروح حق محامي. بس أعتقد مثل ما اللي أنا سمعت الحين منكم إن في تشريعات لازم تصير يعني أساسية جذرية. أنا مواطنة لي الحق، أنا عايشة، فمنو راح يمسك حقوقي؟ منو اللي يقوم من يتكلم عني؟ أجاوبك؟ تفضل أخوي. أولاً أنت كمواطنة على العين والراس حقوقك الشخصية كمواطنة كاملة ما هي منقوصة. أنا هذا رأيي. حقوقك أنت، أما أنت تتكلمين عن حقوق أبنائك. إيه أنت قاعد لا مو أنت قاعد تقولين، أنت قاعد تقولين أنا مواطنة حقوقي منقوصة. لا، أنت حقوقك كاملة، حقك مثل حق أي مواطن كويتي بالكويت. أنت عندك مشكلة فإن حقوق أولادك منقوصة. هذه حقوق الأولاد المنقوصة. هم بسأل سؤال، هل الأولاد أبوهم بدون غير كويتي غير محدد، ولا أبوهم ينتمي إلى إحدى الدول؟ إذا الأب ينتمي إلى إحدى الدول، قانون الجنسية الكويتي إيش قال؟ قال رابط يعني أغلب التشريعات في كل دول العالم، وتفضلتي تو أمم المتحدة، تشريعات الأمم المتحدة وكل دول العالم تعطي الجنسية للأبناء إما عن طريق رابطة الدم أو الولادة. أي زين، إحنا الحين توا مثل ما تفضلت الأستاذة هيفاء، إحنا بس مشكلتنا ما لا يدرك كله لا يترك كله، اللي ما نقدر نطوله كل شيء على الأقل ناخذ شيء. خذ على قولت خذ ما تيسر وترك ما تعسر. عشان آخذ ما أتيسر، عشان حقوق أبنائك لا تصير منقوصة، على الأقل الإقامة الدائمة. هذا واحد. اثنين، قانون الخدمة المدنية في 2017 طلع تعديل جديد مجلس الأمة أيام 2017، قال الأولوية في التعيين للكويتي وأبناء الكويتيات ثم الوافدين، فحطوا كلمة أبناء الكويتيات كأولوية بعد الكويتي. فهني السؤال، إذا أنا جيت أبي أتعين في جهة إدارية وأمي كويتية وتم تعيين ألف أو باء، ما أبي أقول مدحت أو مثلا فلان، تم تعيين وافد مكاني، أقدر ألجأ إلى القضاء وأنصف وأقول لهم هذا القانون يقول كويتي أبناء الكويتيات الوافد، أنا لي الأولوية عليه. متى ما تماثلت المراكز؟ يعني شنو قصدي متى ما مو أنا عندي دبلوم وهو عنده جامعي الوافد؟ لا، الوافد يسبقني.
فالحقوق المنقوصة لأولادك محتاجين نبضة تشريعية، مثل ما جت نبضة تشريعية بالنسبة للمرأة، محتاجين نبضة تشريعية بالنسبة لأبناء الكويتيات، وأقلها إعطائها الإقامة الدائمة. أي أهمها إقامة دائمة، يعني يعامل هو عموما يعامل معاملة الكويتي لحين بلوغ سن الرشد أبناء، يعني في أغلب الحالات. لكن إحنا محتاجين نبضة أي في حقوق التعليمية والصحية، يعني أنت أي في حقوق التعليمية والصحية. الحين الخدمة المدنية قلت لك من 2017 ها مو قاعد يطبقونه، عيل لازم نشوف لنا حالة ونلجأ فيها، لازم نشوف لنا حالة ونلجأ فيها. إيه ماني ملم فيها بس أستفيد. إيه زين عيل الوافد شلون يتعين؟ قلت لك ماني ملم في موضوع التعيين. زين عيل المفروض ابناء الكويتيات لهم الاولويه. اي قرار سلب الامتناع. ايوه هذا راح يكون هني الحل، انه يطعن عليه امام الدائره. يعني يجي ابن كويتيه يقول انا تقدمت الى هذه الوظيفه ما قبلوني، اقبلوا هالوافد، هني المحكمه راح تنصفه. مو قلت لك احنا محتاجين المحكمة ما تفكر بشي اللي بيصير، المحكمة تقول شي اللي صار تعالوا لي، أما شي اللي بيصير أنا ما أقدر أتدخل، أعطوني واقعة عشان أقدر أتدخل وأنصف. يمكن كلامي ما يعجب الأخت لأني ما برت شبدها، لكن أي أدري من غير ما تقولين أدري، والله أدري لأن تعابير ويك تقول. لكن أنا خلني أقول لك شيء، هم أنا أو مو أنا، القضاء ما يملك العصا السحرية في إيجاد الحلول لكل العوارض والمشاكل. تتكلم بحرقة صح؟ تتكلم بحرقة ما يصير. قانون قرار صادر في 2017 وعندي صورة أطرشة حق الأستاذة. عملي تبين عملي تبين نحط لك ما تبين أستاذة لولو ما يبون مثاليات. مو المشكلة أنا أدري شو تقولون، عشان لا تصير مثالية أعيد وأكرر وأقول أنا أو القضاء ما يحل المشاكل التي ستقع، القضاء يحل المشكلة التي وقعت. أنت أي اللي وقعت، أنا كقضاء ما أحل المشاكل، ما أتوقع، أنا أحل اللي وقع. فإذا في حالة ولد أمه كويتية تقدم، مو المشكلة عملية الإثبات صعبة، مو هذا النوع من التحايل يصير لدى بعض الجهات الحكومية أن عملية الإثبات صعبة. شلون عملية أنا أمي كويتية خريج حقوق أبي أتعين في هذه الوظيفة، ما يعينوني، يعينون سين أو صاد الوافد، أنا حقوقي وهو حقوقي والقانون يقول لي الأولوية عليه. ثقي تماما أختي لو علمت بأن هذا تعين مكاني وعندي المستند القضاء راح يلغي قراره ويعيني. مو قاعدين يرفضون طلبك، قاعدين يرفضون طلبك وطلب الوافد. لو يقبلون طلب الوافد كان اقول لك هني في تمايز. خلني افكر فيها. ردي عليها ساعديني بعد انت محامية. عطوا حق الأستاذة فاطمة الصفار عدل؟ صفية ايه؟ فاطمة اختي.
اي صفيه الرسوم القضائيه اي والنعم قاعد اقول هل تساعدني شوي نشوف وريجي. بالنسبه للنقطه اللي اثرتها حضرتك ان موضوع ان في حال اذا قبلوا اجنبي احنا ما قاعد نتكلم اذا قبلوا اجنبي انا قاعد اتكلم ان انا ابن مواطنه فلي حق المواطن لان احنا ساوونا ابناء الكويتيات بحقوق المواطنين احنا قاعد نتكلم على هالنقطه استاذ عادل ركز عليها قانون الخدمه المدنيه يقول اشترط ان يكون كويتي الجنسيه بعد اذنك التعيين ان يكون كويتي الجنسيه هذا واحد فان لم يكون ابناء الكويتيه فان لم الوافد يعني كذي اول شيء الاولويه للكويتي أي. بعدين ابناء الكويتيه بعدين الوافد هذا القرار اللي طلع في 2017 فلا هو احنا قاعد نتكلم عن انه مو بس خليك من قانون الخدمه المدنيه هي. احنا انا ما عندي بالنسبه حق موضوع انه الصحيه والتعليميه انه يعاملون ابناء الكويتيين معامله الكويتيين هي. هذا اكيد صدر بعد قانون الخدمه المدنيه لان قانون الخدمه المدنيه من متى لا التعديل الجديد طلع 2017 إنزين لإعطاء الأولوية لأبناء الكويتية في 2017 فالمفروض أنه يصير فيه تطبيق إيه وهذه المشكلة أنه لازم يثار أمام التطبيق أي راح أقعد معك أستاذة لولوة ونشوف لنا حالة أي وترفع فيها. وهني الحل هني الحل أستاذ يكون عن طريق الدعوة الإدارية أدري وايد حالات بس المشكلة أنا على وشك تقاعد بس عشان أستاذ إيه؟ أستاذة أمنية بس أنا بس لحظة عندي تعقيب على النقطة اللي طرحتها الأخت مي فيما يخص الخدمة المدنية أنا أؤيد كلامك وإحنا في الجمعية الثقافية الاجتماعية تقريبا من فترة فاتت اجتمعنا مع مدرسات من أبناء الكويتيات في فترة من الفترات طلع قرار من وزارة التربية بقالة المدرسين الوافدين زين وراحوا أقالوا أبناء الكويتيات فعلا واجتمعنا معهم هني بالغرفة هني بالجمعية الثقافية النسائية وقالوا ان فعلا ان السيستم مال الخدمه المدنيه يقول ما يتعرف على كلمه ابناء الكويتيات هم وافدين فبالتالي اتم اقالتهم والجمعيه الثقافيه مشكوره دخلت فيها الموضوع ويعني صار في جهود مع وزير التربيه وتم اعاده تعيينهم بس هو صدر قرار اقاله مشكورين فعلا. والله استاذه لولو اللي ساعدتيهم فعلا يعني العيب بالسيستم مو السيستم اي العيب مو بالسيستم مرات هم يحطون عذاريب بالسيستم بالطاقه المدنيه ل صوتي معان لا زين انا لا مو الاخت بعد هم عندها سؤال بس عقب سؤالك لا انا اضيف على الاخت بس زياده يعني لا اقل ولا اكثر معك تسلم بالبطاقه المدنيه احنا نتكلم عن الاقامه الدائمه لا حول الله هذا اقول لك اياه رقم 22 فلما يشوفونا بالبطاقه المدنيه ما بينها عيال كويتيه مو مبين اصلا مو مبين هذه يبي لها قعده من الجمعيه الثقافيه النسائيه لان هي صوتكم هي صوت المراه المظلومه فبالتالي واعتقد صوت الاستاذه لولو هم مسموع لان مقبوله لدى كل اصحاب القرار فبالتالي أنا أتوقع هاللقاءات الثنائية والمباشرة تحل أكثر من القضايا وما القضايا أنا أرى ذلك وأكثر من حادثة حلوها مثل ما تفضلت الحين الأستاذة هيفاء حلوها موضوع المدرسين أبناء الكويتيات انحلت فاللقاءات الثنائية والكلام المباشر يختصر وايد على في حل المشكلة تفضل يا أستاذة يعطيكم العافية أستاذ يسلمك. أنا تعقيبا على ردك على الأخت بأن المواطنة حقوقها مو منقوصة والمنقوص هو حقوق أبناء الكويتية أنا اسمح لي أستاذي أني أعارضك بهالكلمة أنا كمواطنة اليوم وأنا محامية وقانونية وأعمل في هذا المجال ونشوف المآسي لكل الأخوات يتكلمون عنها بشكل يومي وأستاذ أنت أكبر منا وأعلم يعني أنت أستاذنا
عندنا مشكلة في مادة واحدة من الدستور، لو تطبق أو لو تفعل ويعني ويتم تطبيقها على كل القوانين أو موائمة القوانين على أساسها راح تنحل قضايانا، وهي المادة 29. الناس سواسية بالحقوق والواجبات، لا فرق بينهم بسبب الجنس أو الدين أو العرق. انتهينا، لا دين ولا جنس ولا عرق، أنت مواطن كويتي، أنت مواطنة كويتية، أنتم تمثلون المواطنة الكويتية. ما في حق للرجل يتفوق على حق المرأة بسبب أنه ذكر وهي أنثى، هذا بالقانون الكويتي. وحتى في القرآن الله قال وخلقنا الذكر والأنثى، الله في القرآن ساوى بين الحقوق والواجبات في العقوبات، وساوى بين المرأة والرجل. احنا اليوم لما نتكلم عن مدنية الدولة ولما نتكلم عن أي قانون يقولنا يخالف الشريعة الإسلامية، لا، أنا اليوم أتمسك بمدنية الدولة، لابد أن تكون كل القوانين مدنية. خلينا نخلي الأحوال الشخصية، مع أن حتى القانون المدني ما يتخالف مع الشريعة لو صيغة بصياقة يعني موافقة للشريعة الإسلامية. اليوم لما تيجي تقول، لما يجي الدستور يقول الأسرة قوام المجتمع، تيجي الرعاية السكنية تقول أنا أرعى الرجل الذي يكون أسرة، إنزين المرأة اللي تتزوج من غير كويتي هي تكون أسرة. فالمشرع، لأن الطابع الذكوري يغلب على تشريعاتنا وعلى نظرة المشرع، لن نستطيع أن نصل إلى هذه الثقافة التي تنصف المرأة برؤيتها كمواطنة من الدرجة الأولى وليس مواطنة من الدرجة الثانية. إحنا مشكلتنا اليوم في وعي المجتمع، وعي المجتمع رجال ونساء، إناث وذكور، الاثنين غير واعيين بأن المرأة هي والرجل واحد، هي والرجل سواسية. إحنا متى ما وصلنا حق هذه الثقافة، حق هذا الوعي، راح نقدر ناخذ حقوقنا. الرعاية السكنية، المرأة ما تاخذ رعاية سكنية مثل الرجل إذا تزوجت بغير كويتي. ما تمرر جنسيتها لأبنائها، بينما الرجل يمرر جنسيته لزوجته اللي ممكن علاقته فيه تنتهي، أما علاقة الأم بأبنائها عمرها ما راح تنتهي. فالمفارقة كبيرة بهذا. قانون التأمينات، الدكتورة قالت إن أو الأخت قالت إن المعاش، أول شيء التأمينات ما تعتبر ورث، والمرأة راتب معاش المرأة المتقاعدة أو المتوفية لا يمرر بالكامل، يعني في نسبة تستقطع والباقي يعطى لورثتها. اي نعم، في الدولة فعلا. أما الرجل راتبه كله يروح حق ورثته اللي وفقا للشروط، الشروط واحدة صح ولكن نسبة تختلف، ففي ظلم. أنا اليوم أشتغل، أنا مواطنة وزوجي مواطن، أشتغل اليوم وأنا أتعب، عيالي راح يأخذون نسبة بسيطة من راتبي ولكن نسبة أكبر من راتبي، وكأن عملي غير مقدر. أنا اليوم في حياتي وفي مماتي غير مقدرة، حقوقنا مو مأخوذة، إحنا وايد حقوق تنقصنا. يعني أنا اليوم لو أتكلم من اليوم ليب، يعني أنا للأمان أنا ما أعاني من أي انتقاص بحقوقي، أنا أعيش حياة طبيعية، ولكن أشعر بالمرأة لأن كل ما يمس المرأة يمسني. أنا اليوم ظروفي ساعدتني أني أكون مثلا مرأة في أسرة تحترم المرأة، ولكن في أسر ثانية لا ينظرون إليها بنظرة منقوصة. وكذلك في نساء يشعرون أنهم أقل من الرجل، فعادي ما يخالف، اللي يعطونا إياه نرضى فيه، وهذا الغلط. إحنا اليوم لازم نرفع الوعي، نرفع هاي الثقافة. أرد شكرا عليك. نشكرك على المداخلة. أولا تستاهلين، يعني فعلا تتكلمين بحرقة الزين، لكن أبي أقول لك شغلة، ترى الشرع وحتى القانون في نوع من التمايز ما بين الذكر والأنثى. هذا التمايز تمايز جسماني وتمايز مسؤوليات، وليس تمايز من بسبب الجنس. يعني موضوع القوامة أحسنت، يعني لما الله سبحانه وتعالى يعطي للولد ليس الذكر كالأنثى، مو خلنا أكمل، لا مو أنت قلتي لي الشرع، يين على الشرع. الحين نأتي إلى موضوع الدولة المدنية. الدولة المدنية لما يجي قانون الإسكان يعطي للزوج أو للرجل، هو من يؤسس الأسرة وليس الزوجة. ترى أنت لما مو أنت يعني بشكل عام، من يؤسس ومن يعمل القوامة وهو اللي يشتغل، ترى موضوع المادة 29 من الدستور الجأوا في النساء أستاذة لولوة إلى المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية ما قالت ترى الرجل كالمرأة 100%، حطت موائمة قالت الرجل لأن له القوامة وله الصرف. يعني أنا الحين نفترض أنت مليونيرة وأنا بدبخت فقير ما عندي شيء، زين ما عندي شيء، وبرفع عليك دعوة تعالي اصرفي على العيال أو تعالي اصرفي علي، مو الزوجة ترفع دعوة على زوجها بالنفقة،
ما يقدر الزوج يرفع دعوة على زوجته بالنفقة، ما يقدر الولد يرفع دعوة على أمه تعالي انفقي علي. فما زلنا في بعض التباينات البسيطة ما بين الرجل والمرأة. فلما جت المحكمة الدستورية في مسألة المادة 29 دورت موائمة سياسية وموائمة اجتماعية. بعد ما يصير يعني ترى أنا نصير المرأة يسموني زين زين، لكن لكن في فروقات 10%. في هذه الفروقات هذه الفروقات 10% أنا بعد ما أقدر ألغيها. أنا مأيدك، أنا الدستور واضح لا فرقة بسبب النوع والجنس والدين، فبالتالي لا معناها لا فرق بين رجل وامرأة. الله يقول لا فرق بين ذكر وأنثى إلا بالتقوى. زين، لكن في بعض يعني هني أنا وتعالى ترى ما أبي أدخل بالدين والشرع اللي هو يعني قاعد يقول لك لا فرق بين ذكر وأنثى إلا بالتقوى، بس هني يقول لك الولد يأخذ النص والبنت تأخذ الزوجة، الزوج يأخذ مثلا النص إن لم يكن لها ولد، والزوجة تأخذ الربع إن لم يكن له ولد. هني الولد يأخذ كل الميراث، هني البنت تأخذ نص. ففي بعض المؤامات حتى من الشارع الله سبحانه وتعالى في بعض المؤامات ما أقدر أدخل فيها. المحكمة الدستورية في المادة 29 في موضوع تم رفع دعوة أستاذة لولوة لإلغاء المادة 29 أو لأن أعتقد قانون الإسكان أن المرأة يجب أن تعطى كالرجل في تأسيس أسرة، يت المحكمة الدستورية قالت الزوج هو من ينشئ الأسرة وليس الزوجة، لأن الزوجة هي من ينفق عليها وليس هي من تنفق. ماني متذكر الحكم، بس هذا يعني يعني حتى المشرع يعني اليوم لما القوانين دائما يعني تصدر يعني قانون اليوم بالكويت لما يختلف عن قانون البريطاني او فرنسا، لان القوانين تخدم المجتمعات. احنا الحين مجتمعات الى اليوم مجتمعات مو واعيه بحقوقها، عشان كذي قوانيننا متواضعه. عيل حطي ايدك بيد الاستاذه لولو وتواصلوا مع الجمعيه، لان لا لا لان هي الناطق الرسمي او ملاتكم، هي الناطق الرسمي، لأن أنتم كل ما تكونون مجموعة كل ما صوتكم ينسمع. أما الأصوات الأحادية ترى على طول عشان أضرب الصوت الأحادي أقول عنه نشاز، أما عشان أوحد الكلمة لا صوتكم ينسمع. أنا بعد عندي تعقيب وإن شاء الله ما أدري إذا في أسئلة أخرى، لأن إحنا يعني خلاص رح ننهي هذه المحاضرة أو الندوة. هو طبعاً إحنا كمجتمع ما نقدر نتخلص من الموروث الاجتماعي بشكل سهل بيوم وليلة. عندنا موروث اجتماعي مهما إحنا يعني مهما كنا نساء متحررات خلينا نقول، أو إن عندنا فكر نوعاً ما متحرر، إلا إن حتى إحنا لا زال عندنا بعض الموروث الاجتماعي اللي إحنا يعني في داخلنا نميز بين دور الرجل دور المرأة. يعني إحنا نبي طبعاً حقوق المرأة وأكيد نأيد حقوق المرأة، بس يعني لو نواجه نفسنا كل امرأة فينا تفترض أن الصرف يكون من الرجل، عرفت إيه؟ يعني يعني أكيد أنا ما أعمم، بس عموماً هذا موروث اجتماعي، عرفت إيه؟ يعني إحنا نطالب الرجل مثلاً بالصرف، فيعني إحنا لازمنا مهما تحررنا إلا أن إحنا لازلنا مقيدين بموروث اجتماعي. ولكن هذا ما يعني أن إحنا ما نطالب بأن المرأة تحصل على حقوقها. وبعض الموروث الاجتماعي اللي أنا أعتبره خلاص بالي ما عاد يمس إلى هذا العصر بصلة، إن شاء الله خلال مجهودنا إحنا والبنات كلكم يعني، وأن إحنا نقدر نسعى إلى تغيير القوانين. ومثل ما تفضل المحامي عادل قال إن القضاء منصف، وإحنا لا نفقد الأمل، والهدف من هذه الندوة هو تشجيع النساء كلهم في إن يرفعون قضايا ولمتضررين، وإحنا نتأمل إن القضاء ينصفنا وشوي شوي ومثل ما قلنا ما ضع حق وراء مطالب. وشكرا لحضوركم. الاخت لولو تفضلي. تفضلي استاذه لولو. هنا
شاء الله. وصلت لنتيجة. أي. اللغة. وقلت لك الصوت الواحد ما ينسمع. لا الصوت الواحد ما ينسمع. يعتبر نشاز في نظر أصحاب القرار، يعتبر نشاز. لازم تكونون مجموعة، ومجموعة تحت مظلة. وانا عين وعاون واذا في شيء. عموما كله نظري لازم يبي محتاجين خطوه. هذه الخطوات العمليه بس. تتوعى من مو هذه البرامج التوعوية، وهذا نهج الجمعية النسائية في توعية المرأة وتعريفها بحقوقها وواجباتها، وأكثر شيء حقوقها. إن شاء الله مع الوقت شوي. تشرفت فيكم. الشرف لنا، وشكرا للحضور. شكرا للأستاذ عادل. عزيزين كفيت ووفيت. طبعا المدام موجودة، الدكتورة كافية كروف. كانت تناقشني عن موضوع البيت.